جوزين واحد واختلاف في شرايين القلب وضيق شديد في الشريان الرئوي. طبعا مأثر عليه بشكل كبير، هو مش زي الأطفال العادية خالص، ما بيقدرش يمشي، ما بيقدرش يلعب، ما بيطلعش سلم، طبعا ما بيروحش مدرسة ولا حضانة ولا أي حاجة. تعبنا معاه من زمان وهو من سنه 26 يوم، لفنا مصر بحالها ورحنا أسوان ورحنا في كل مكان، بس كان جميع الدكاترة أجمعوا إن هو له زرع قلب وإصلاح القلب ده شيء مستحيل، لحد ما ربنا كرمنا وجزانا خير وتوصلنا لبرنامج صبايا الخير، والحمد لله يعني ما فيش شهر وجالنا الرد إن شاء الله إن هو له سفر. إحنا بس طالبين من الناس إن الأطفال دي حالتها متأخرة جداً، وتبرعاتهم هتساهم بقدر كبير ان هم يسافروا ونقدر ننقذهم، وربنا يجازيكوا خير ان شاء الله. انا نفسي اشوف زياد زيه وزي الاطفال العاديه، بيمشي بيجري بيلعب يدخل المدرسه يعيش حياته بشكل طبيعي. نفسي يبقى له اصدقاء يلعب معاهم. هو طبعا عايش في عزله تامه، لان حتى مجرد اختلاطه بالاطفال ده مشكله كبيره، مجرد ان انا اتنقل بيه من مكان لمكان مشكله اكبر، يعني ممكن النوبة بتجيله في أي وقت وفي أي مكان، فبيبقى صعب جداً إن الدكاترة يعني تقدر تنقذه. فأنا نفسي بقى طفل طبيعي زي جميع الأطفال اللي ربنا خلقها. نتمنى إن ابني معاذ يعمل عملية تنجح ويبقى طفل عادي ويعيش حياة عادية ويبقى شاب عادي ويكمل حياته بصورة طبيعية. أنا عندي لعب خلق في القلب وما بعرفش أتحرك منه، ونفسي أعمل عملية عشان أنا السفر ده مهم بالنسبة لي، عشان أرجع مدرستي تاني وأرجع لأصحابي. أنا قعدت من المدرسة بسبب التعب، ما بعرفش اتحرك. انا بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان انا اقوم بالسلامه زي اصحابي، وبدأ ربنا يعني ان انا اعمل عمليه، اسافر واعمل عمليه عشان ارجع مدرستي. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ربنا يشفيني يا رب انا ولي زيي، ربنا يجزيك خير على اللي بيتبرع وكده. ان شاء الله هتلاقوا في اعمالكم وهتلاقوا في خيركم يا رب. مش عايزه ان انا اعمل عمليه بس واسافر وارجع تاني، بس ده لما اتمنى من ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين انتوا مالا عندها اختلاف في الشرايين، وعندها ثقبين، وعندها سموم مسدود، ورحت لدكاتره كتير قالوا لي لازم ما تعملهاش في مصر، لازم محتاجه ضروري تسافر بره. فهي ما بتكبرش، ما بتمشيش، ما بتاكلش، كل هي النمو بتاعها صغير. انا نفسي يعني هي تمشي تلعب تبقى زي مثلا اطفال زيها. فالدكتور قال لي عمرها ما تبقى ما تعمل عمليه. نتمنى من ربنا يشفيها، ونفسي نشوفها زي الاطفال وتجري وتلعب. محمد عنده 3 سنين بيعاني من اختلاف في الشرايين، وعنده ثقبين ومحتاج لصمام بشري، والصمام ده مش متوفر في مصر. فالحمد لله توصلنا لبرنامج صبايا الخير عشان يسافر بره ويعمل عملية، عشان هو محتاج العملية ضروري عشان هو ما بيقدرش يمشي. احمد بيعاني باختلاف في الشرايين وثقبين وضيق في الشريان الرئوي، وعنده ضربات القلب بطيئه، ومحتاج بسمكه يزرع له في قلبه عشان ضربات القلب. طبعا ما بيعرفش يجري، ما بيعرفش يلعب مع اخته. لفيت بقالي عنده دلوقتي 4 سنين ونص وبلف بيه كتير، وقالوا لي العمليه بتاعته يعني خطر، حتى القسطره كانت خطر عليه، والحمد لله عملنا القسطره وان شاء الله هنسافر ونعمل عمليه. نفسي اشوفه زي اي طفل طبيعي وبيجري بيلعب مع اخته، اكيد هيدخل المدرسه. نفسي اشوفه قدامي كويس. يا ماما يا اخي بيعاني من عيب خلقي في القلب،
من هو عنده 20 يوم، عنده حالته نادرة، عنده تبادل في الغرف وضيق في الشريان الرئوي وعنده ثقب وعنده الصمام. دخت بيه كتير ولفت بيه كتير وكلهم قالوا لي ان عمليته وحالته نادرة مش موجودة في مصر، ما تعملش في مصر قبل كده. اكتر حاجة بتزعله لما بيتعب وحد من اصحابه يقوله ان انت تعبان وان انت هتعمل عملية وكده، يعني بيزعل زي اي طفل عادي. هو اصلا بيقعد اكتر الايام قاعدها من المدرسة، ما بيروحش مدارس يعني باستمرار زي اي طفل طبيعي. ربنا يشفي ويشفي كل مريض يا رب. مش عايزة اروح عند دكاتره، عايزة اخف ان شاء الله، عايزة اخف عشان نلعب الكره مع اخوان. انا عندها سنتين وتقوم بتولدت، هي بتعاني من مشكله في القلب، عندها شرايين معكوسه، وشو قدر الضغط على الشريان المعكوسة عمل لها انسداد في الشريان في الرئة، وعملت لها قسطرة 3 مرات، والدكاترة قالوا لي عمليتها أكبر عملية في عمليات القلب. لفيت بقى كتير من أول ما اتولدت لحد النهاردة، يعني كانت داخلة أوضة العمليات مرة وخرجت منها، قالوا لي عشان لو دخلت أوضة العمليات مش هتخرج منها تاني، ممكن بتمهج على طول كل ما بتمشي، على طول نفسها قليل، عندها الاكسجين في الدم قليل. فرحت طبعا ان ليها السفر تعمل العمليه، لان هي فعلا ما لهاش عمليات في مصر، والعمليات اللي في مصر يعني اطفال كتير، ما في اطفال يعني ما نجوش منها. يعني يوسف عنده 2 سنين و4 شهور، بيعاني من اختلاف في الشرايين وعنده ثقب على القلب. لفينا بيه على الدكاتره وكده، والدكاتره طلبوا مننا ان احنا نعمل له ايكو، وبعدين رحنا المفروض ان احنا نعمله عمليه هنا في مصر، قالوا لنا ان العمليات ما تنفعش هنا في مصر لان نسبه نجاحها بتبقى ضعيفه، توصل ل40% بس. وبعدين العمليات قالوا لي لازم نسافر بره وكده، فطبعا العمليات بره مكلفه، واحنا طبعا ما عناش مبالغ ان احنا نعمل العمليات دي. وبعتنا جواب والحمد لله واتصلوا بينا وبعتتنا على دكاتره هنا في مصر، وقالوا لنا ان شاء الله ان احنا هنسافر وكده. انا بتمنى بس من ربنا ان يوسف يسافر ويعمل العمليه ويرجع بالسلامه ويمشي زي اي طفل، لان هو لحد دلوقتي ما بيمشيش، هو تعبان على طول وبيزرق وكده، عنده نقص في الاكسجين برضو بسبب المشاكل اللي على القلب وكده. بطلب من اهل الخير ان هم يتبرعوا ان احنا نسافر ونعمل عمليه ليوسف ويرجع بالسلامه ويبقى زي اي طفل طبيعي. احنا دخنا بقاله 10 سنين بالظبط دلوقتي، من مستشفى لمستشفى، واخر حاجه كح دم وبتاع، وبقاله دلوقتي من شهر 1 ما راحش المدرسه بسبب انه كح دم، وقالوا ما مش محتاج انه يبذل اي مجهود، يعني قاعد خالص في البيت ما بيخرجش من البيت عشان المجهود وبتاع وكده. والدكاتره كلهم قالوا ان العمليات هنا صعبه وما تتعملش الا بره. والله بعضهم بيقول مش عارف نعمل لكم فيه ايه، وبعضهم يقول ماليش عمليات عندنا، وبعضهم يقول هو يعيش على كده وخلاص شويه اللي يعيشهم على البيت في كل حاجه، في كل حاجه، حتى اخته له اخت اصغر منه بتيجي تهزر معاها ولا حاجه ما بيقدرش عليه، يعني هي اصغر منه يمكن ب5 سنين ولا 6، ما اعرفش تيجي عاوزه تهزر معاه ولا تلعب معاه ولا حاجه ما بيقدرش، فدي مخليها عاجز تقريبا، يعني اللي قاعد في البيت ده كانه عاجز، لا مدرسة حتى بيقدر يروح ولا أي حاجة بيقدر يعملها ولا لعب حتى بيعرف يلعب، يعني إن ربنا يشفيه ويلعب زي زمايله وأصحابه ويروح المدرسة مثلا ويبقى زي زمايله وزي العيال كلها اللي بتلعب والأطفال وكده، ده شيء نتمناه من ربنا سبحانه وتعالى. نفسي أعمل العملية عشان أقدر ألعب يا إخواتي، وربنا يشفي وأروح المدرسة.
كانت مولود بثقب بين الأذينين، قرروا يتعمل له عملية في سنتين ونص. دخلت بيه العمليات، الدكتور اللي قفله الثقب ضغط على الوريد الأجوف العلوي اللي بيضخ الدم من القلب للمخ، فده سبب له ان هو بقى يجيله ضيق في التنفس، والوريد اتقفل خالص، مفيش دم بيوصل للمخ اساسا. الدكاتره قرروا ان هو لازم يتعمل له يتركب له دعامتين لتوسيع الوريد اللي اتقفل. يوسف اتركب له دعامتين، بعدها بسنه الدعامتين اتقفلوا خالص. الدكاتره قرروا تاني ان لازم، وقالوا لي ان هو مسدوده كانها مسدوده باسمنت، ملهاش اي علاج في مصر. الدكاتره اساسا في مصر رفضوا يعملوا له العمليه، قالوا لازم يسافر بره. فاحنا الحمد لله جت لنا الفرصه ان تبع برنامج صبايا الخير ان يوسف يسافر بره ويعمل العمليه، ونتمنى له الشفاء ان شاء الله. انا عايز اعمل العمليه عشان اروح مع اخواتي وراها مع اصحابي، واروح المدرسه واجري ولا زي كل ايام. يا رب يشفيني يا رب. انا ابني بيعاني من صمام مع ثقب، واحنا عارفين الكلام ده، هو لسه عنده اسبوع. الدكتور اكتشفه وقال انه عنده ثقب، خدناه ورحنا المستشفى وعملنا له ايكو، فطلع قال ايه استنى فتره لو الثقب ما لمش، بيلم لوحده ساعات مع الرضاعه وفي ما بيلمش. ودكتور تاني قال ده عنده اختلاف شرايين، ودكتور غيره قال ده عنده صمام مع ثقب. والاخر انا لفيت كتير ورحت كتير، رحت كل المستشفيات والله العظيم، وتعبت كتير، بهدلت بيه كتير بصراحه. وبعتنا مستشفى في أسوان، وجينا هنا في مصر، وفي كل مكان أن الحالة صعبة، والعملية نسبة نجاحها ما تعداش 40%. وبصراحة يعني لفت كتير، ما بعرفش يلعب مع أخواته، مش بحس إن هو مش طبيعي، بحس إن هو في نقص مش زي أي طفل عادي. بتمنى من جمهور صبايا الخير إن ربنا يوفقكم وتساعدونا بأي شيء، بكل اللي ربنا يقدره على أي شيء، ويجعله في ميزان حسناتكم، وربنا يا رب يقدركم على كل خير. وأتمنى ربنا يشفي ويشفي كل المريض يا رب، واكيد انتوا حاسين باللي احنا فيه، يا ريت يعني تساعدونا وتقفوا جارنا، وكل طفل محتاج لكل حاجه زي دي. يا رب اشفي كل مريض يا رب خير.